ولا قوة حيدي لا ولا قوة الا بالله. السيدة كطالب بالحق ديال بنتها، انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. السيدة كطالب باقصى العقوبات في حق السيدة. هي عيطاتنا فاش اختفت بنتها، فاش هي بنتها انا غادي، انا غادي، انا لله وانا اليه راجعون. مشاهدي قناة التلفزيون كنتمنوا اقصى العقوبات في حق هذا الجاني، اقصى العقوبات في حق هذا الجاني. نتمنوا اقصى العقوبات لهذا المجرم اللي ارتكب هذه الجريمه هذه. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. انا لله وانا اليه راجعون. مشاهدي قناه شوف تيفي، دنيا ضحيه جريمه قتل، دنيا اللي كنتمنوا ان الدم ديالها ما يمشيش هباء منثورا، دنيا اللي كنتمنوا على انه تاخذ الحق ديالها تكون اقصى عقوبه. للتذكير مشاهدي قناه شوف تيفي ان الجاني كان مقبل على انه غيغادر تراب ارض الوطن في هذه الثلاث ايام هذه. لحسن الحظ ان الدرك الملكي تم القبض عليه قبل ما يخوي ارض الوطن. كان كيخطط على انه يهاجر ارض الوطن من بعد ما قام بهذه الجريمه البشعه، جريمه اللي هي قتل وتشويه جثه، من بعد ما قطع الجثه قطع دنيا، قطع الراس ديالها والاطراف ديالها واليدين ديالها. الان الان كيطالبوا بانه يكون اقصى العقوبات، ولأن تجرد من الممتلكات ديالو وترجع لهاد الاطفال اللي بقاو يتامى باي دم، باي حق هاد الاطفال اللي بقاو يتامى والام ديالهم ما كايناش، يجب انهم يتجردوا من الممتلكات ديالو. انا لله وانا اليه راجعون، لله ما اعطى ولله ما اخذ. للتذكير بان الجاني هو ميسور الحال، وانه كيتمتع بكامل قواه العقليه، وانه خل عنده ممتلكات، وان الضحيه دنيا خلى جوج الاطفال من ضمنهم الابن ديالها اللي مريض. كنتمناو اقصى العقوبات لهذا الجاني هذا اللي خلى هاد الام مكلومه، اللي خلى هاد الوليدات يتامى. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قاعد تشرب، قاعد تشرب، لا حول ولا قوه الا بالله. اختي لا حول ولا قوه الا بالله. كنتمناو اقصى العقوبات لتذكر بان الجاني ماشي شي واحد اللي هو مر. لا غير شويه بشويه بشويه. للاسف للاسف مشاهدي قناه شوف تيفي، دنيا باقا صغيره خلات جوج وليدات واللي هي ضحيه ديال جريمه القتل، واللي تم فصل الراس ديالها على الجسد ديالها، واللي تم قطع الاطراف ديالها، وتم الرمي ديالها في منطقه خلاء، واللي الروح عزيزه عند الله. واحد المره اللي شافوا داك الشخص كيمشي مره مره كيطول على داك البلاصه ديال منطقه خلاء وشكوا فيه، واتصلوا بالدرك الملكي، ورجال الدرك الملكي طبعا بالفطنه ديالهم خلاوه ماشي مده 3 ايام وما كيراقبوه، حتى كيكتشفوا انه كيمشي المكان اللي خبع فيه الراس، مخبع فيه الاطراف ديال الدنيا. فلهذا